ما واحد نازل في الاوتيل. وراحوا فين؟ مش عارف يا فندم، احنا بعتنا نجيب السواق اللي كان معاهم وجاي في الطريق. محدش يمشي بالاوتيل الا لما نلاقي الولد. مخارج ومداخل البلد تتقفل. زود القوة الأمنية حوالين الأوتيل. عمر بقى يا باشا. حسام، عايزك تروح شوف حكاية الواد اللي اتخطف. عارف ده مين؟ ابن عضو في الكونجرس. حاضر بقى يا باشا. يا سعادة الباشا، أنا وصلتهم لحد خليج نعمة وسبتهم. ما أنت عامل سعادتك إن محدش يقدر يخش جوه حسب التعليمات. كان شكله إيه الراجل ده؟ أنا افتكرته خواجة في الأول يا سعادة الباشا. شكله زي الأجانب، أبيضاني وعينيه ملونة ولمؤاخذة يعني سمين شوية. ما تعرفش اسمه ايه؟ افتكرت يا باشا، الواد الصغير اللي كان معاه كان بيقوله يا حمادة. حمادة؟ Don't worry, he's your father. He's my friend. فين حمادة؟ في ايه؟ انا بسألك حمادة فين؟ معرفش، من ساعة ما كنا مع بعض في الديسكو ما شفتوش. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 5 الفجر. هو حمادة عمل حاجة؟ غيري هدومك وتفضلي معانا. حضرتك عامل ايه دلوقتي؟ هو ايه اللي حصل؟ انت في مستشفى شرم الشيخ، جالك غيبوبه سكر وقلت هتروح فيها. انت اكلت ايه امبارح؟ حتى ما اتعشتش، ده انا اكلت شويه حلويات وايس كريم. حضرتك ماشي على دواء؟ ايوه. واخدت الدواء امبارح؟ انا بقالي اسبوعين ثلاثه ما باخدوش، كنت حسيت ان انا بقيت كويس خلاص. لا يا استاذ، العلاج والرجيم دول على طول، وكويس ان احنا لحقناك المره دي. الحمد لله على سلامتك. ريتشل، why didn't you go to your father? I couldn't leave you. حسام، صحيح الخبر اللي انا عرفته ده اللي خد الواد يبقى والدك؟ ايوه يا فندم. خده وراح بيه فين؟ معرفش يا فندم، هو اصله بيحب يلعب مع الاطفال واكيد الولد انسجم معاه. تلاقيهم جايين دلوقتي. 9 ساعات يا حسام وزمانهم جايين؟ احنا في مشكله، ومشكله كبيره. لو الصحافه خدت الخبر مش هيحصل كويس. ان شاء الله هتتحل يا فندم. بسرعه شويه حتى ابوك. حاضر يا بيه. اصل النهارده الجو ملبش بالصبح، مش عارف في ايه، بيفتشونا كل 5 دقايق، بيقولوا ان في عيل اتخطف، ان حد جامد قوي امريكاني. ربنا يبشرك بالخير. انما الامريكان دول بقى سعاده الباشا نازلين ضرب وقتل في كل حته، ولو بس عيل من عيالهم حد داسله على طرف الدنيا تتقلب. واحنا عيالنا يا ولداه في لبنان وفلسطين والعراق عمالين يموتوا. مش طالبه سياسه وحياه ابوك، خلي بالك من السكه. الجدير بالذكر ان هذا العضو تحديدا هو الذي رفض في وقت سابق منح المعونه الامريكيه لمصر، فهل يعد هذا ردا على موقفه المتعند تجاه الشرق الاوسط؟ عجبك كده يا استاذ حسام؟ ده اللي انا قلت، مش عايز لا صحافه ولا اعلام. الو؟ ايوه يا فندم. اطمن يا فندم، احنا مسيطرين على الوضع، مفيش اي شبهه جنائيه. الواد راح يلعب مع نزيل من الاوتيل يا فندم. ايوه، النزيل صاحب محل لعب اطفال، جبنا ملفه يا فندم. راجل عنده 60 سنة وملوش اي اتجاهات سياسيه. والد ضابط زميلنا هنا يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر. اطمن يا فندم. وصل يا فندم. وصل تمام يا فندم. امورنا يا فندم. Thank you.
بالله يا استاذ حماده، لولا ان الواد قال لابوه على اللي حصل كانت هتبقى كارثه. والله العظيم يا فندم انا ما قلت له يجي معايا، هو مشي ورايا من غير ما احس. انا طول الليل في المستشفى مش داريان من حواليا. الف سلام عليك يا استاذ حماده. بس قول لي انت عملت ايه للولد؟ عمال يعيط ومش عايز يسيبك. يعني هو متعلق بيا يا فندم، انا اعمل ايه؟ واضح يا حسام ان والدك راجل طيب وعلى نياته. استاذنك اروح انام لان احنا من امبارح ما نمناش بسببك يا استاذ حماده. سلام عليكم. خبرك يا باشا. اعمل مذكره للي حصل وسلم الولد لاهله. حاضر. سلام عليكم. عاجبك اللي حصل ده؟ انت ايه؟ عملي الاسود في حياتي؟ مفيش اي حتة تروحها لما تعمل لي مصيبة وانا اللي اشيل من وراك؟ انا شكلي بقى وحش في الادارة، الكل بيتريق عليا. رايح تلعب مع حتة عيل صغير؟ انت عمرك ما حسيت بالخجل؟ ده انا سبت الدنيا كلها وطفشت وجيت هنا الاقيك طالع لي برضو؟ هو انت بتكرهني كده ليه؟ انا عملت ايه؟ انا ما غلطتش، انا ما كنتش دريان بروحي، انا كنت في المستشفى بموت. ده بدل ما تقول لي سلامتك يا بابا انا خايف عليك. انا باباك يا اخي مش عدوك. انا مش فاهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ انت شفتني في خليج نعمة عيني في عينك وما سلمتش عليا، جاي دلوقتي تحاسبني على حاجة انا ما عملتهاش؟ انت بتحسبني على اني كنت في غيبوبة يا حسام؟ انت طول عمرك عايش في غيبوبة. كتر خيرك يا حسام، كتر الف خيرك. عارف الطفل ريتشارد الامريكاني اللي ما بيعرفش يتكلم عربي بيفهمني بالعافية؟ كان مقاس عليا طول الليل، ده مش ابني. وشوف ابني اللي من صلبي بيعمل معايا ايه؟ اصل ريتشارد ما شافش اللي انا شفته منك. متشكر يا حسام، متشكر يا حسام بيه. I miss you so much. I miss you too. You have email address? Yes, I have. And you gave it to me? Not sure. Yes. Thank you so much, Hamad. Thank you, Richard. Goodbye. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Hamad Ali, تفضل. مدام سافرت، سافرت لحضرتك الظرف. سافرت امتى؟ من ساعة كده. حضرتك قاعد معانا؟ انا هقعد اعمل ايه بقى؟ عامل حضرتك تشيك اوت؟ اه يا ريت طبعا. كام الحساب بس؟ 12650. كام؟ 12650. وسويت مش ب 2500 تقريبا؟ مظبوط. بس في اكستراس وميني بار ودرينكس في المطعم، والمدام كمان كان ليها شيك في الكوفر. طب انا هقعد يومين كمان كده وبعدين هعمل تحت امرك يا حمادة. شكرا. قلقان يا دكتوره من ساعه زياره الدكتور عماد ليكي. كلامه ليكي ليه معاني خطيره جدا، مش عليك انت بس ولا على المركز انما على البلد كلها. انا انكرت معرفتي باي حاجه، اللي عندهم ده مجرد تكهنات ما عندهمش اي دليل. العمل في الطاقه النوويه مش محتاج دليل، مجرد الشك بيولع اللمبات الحمراء في الدنيا كلها. انا مش بعمل قنبله نوويه يا دكتور عشان القلق ده كله. ما
المنطقة اللي انت بتشتغلي فيها دي عاملة زي قدس الأقداس، مجرد الاقتراب منها مشكلة. بعدين بقى شكلك كده بتتراجع يا دكتور. أنا جالي فاكس من وكالة الطاقة الذرية طالبين تقرير وافي عن نوعية عملك في المركز، وده معناه إن اسمك اتحط في دايرة حمراء. أنا ما بشتغلش في تخصيب الأورانيوم يا دكتور. البحث اللي أنا بشتغل عليه معروف ومدرك في برنامج عمل المركز، ملوش دعوة بتخصيب. الناس مستغربة يا دكتورة، أنت بتروح المركز الساعة 8 الصبح وبتقعدي لساعات متأخرة جدا بعد مواعيد العمل، ودي حاجة تلفت النظر. هو اللي يخلص في عمله يبقى محل شبهات؟ ما أنا كنت بشتغل هناك 18 ساعة. الرقم هناك يا دكتورة غير هنا، وبعدين احنا كنا اتفقنا إن احنا نشتغل في هدوء من غير ما حد يحس. حضرتك شايف إيه يا دكتور؟ أنا شايف يعني إن احنا نعمل بوز دلوقتي على البحث بتاعنا، نستنى لغاية الأمور ما تهدى. أنا عارفة إنهم مش هيسيبوني. أنا للأسف عملت لي قرار نقلي من قسم البحث العلمي. عينتك مديرة لتخطيط وتنسيق البحوث النووية. ده عمل إداري يا دكتور. مؤقتا معلش اسمعيني، صدقيني كده أحسن. والسي دي اللي عندك لازم يختفي تماما. ما يبلوش أثر. حطيه في خزنة في بنك، حطيه في حتة محدش يلاقيه إطلاقا. وبعد إعلان البرنامج النووي تقدر تقدم المعلومات للبلد بشكل رسمي. معلش يا دكتور صدقيني العقل بيقول كده. مش عارفة ليه كل ما أحاول أوصل في حاجة بترجعني. نعم استي ناس. انا عاوزاك يا عم سيد. وانا رقبتي استهان. اقعد يا عم سيد. انا عارفه ان انت والموظفين اللي في المحل صبرتوا كتير على الاستاذ حماده. انا شفت الكشف اللي معمول، اللي له شهر واللي له شهرين. انت بالذات ليك 3 شهور ما قبضتهمش. انا مش مهمه يا ست ايناس، اهي بتتقضى. وحماده بيه والست نونة ما بيسيبونيش. انا لما بعوز حاجه بروح للست نونة بتديني اللي انا عايزه. وبعدين ما كناش نصبر على حماده بيه هنصبر على مين؟ ده انا لحم اكتفي من خيره. انا عارفه يا عم سيد. شايفه يا جيجي؟ شايفه الاخلاق اللي زي عم سيد ده مش موجود منه النهارده. ربنا يخليك يا استهاني. اصيل يا عم سيد، والله تستاهل كل خير. وانا ما يخلصنيش يا عم سيد انك تبقى بالاصاله دي والاخلاق دي وما تقبضش مرتبك. انا هدفع لك المتاخر، ومش ليك لوحدك، لكل الناس اللي شغالين معانا هنا. ربنا ما يحرمناش منك يا ستان. امسك يا عم سيد ده مبلغ صغير كده يمشيكوا يعني لحد ما تفرج. قبض الموظفين وهات الايصالات. انا مش عارف اقول لك يا ستان. ما تقولش حاجة يا عم سيد، أنا اللي عاوزة منك طلب. رقبتي، رقبتي يا ست إيناس. أنا نفسي أعمل مفاجأة لحمادة قبل ما يرجع من شرم الشيخ. أنت شايف المحل يعني حاله ما يسرش، البياض قديم والديكور وحش، لازم يتجدد. أيوة بس منين يا ست إيناس؟ مالكش دعوة بقى يا عم سيد. أنا كل اللي عاوزاه منك أنت والموظفين اللي في المحل إنكوا تلموا البضاعة دي كلها وتحطوها لي في كراتين وتبعتوها على المخزن بتاعي، عشان أنا لازم أخلص شغل في المحل وأوضبه في 24 ساعة. أيوة يا ستي ناس، بس الموضوع ده عاوز له شغل شهر على الأقل. الكلام ده كان زمان يا عم سيد، دلوقتي في حاجات جاهزة بتتسلم يا دوبك في نص ساعة، يعني مثلا ممكن نغير ورق الحائط، نعمل يافطة جديدة، يرجع يلاقي المحل بتاعه بيبرق. وأنا ليكوا عليا مستعد أسهر مع العمال إن شاء الله للصبح. عمال إيه بس يا عم سيد؟ إحنا متفقين مع شركة إيطالي بتاع الديكور، يا دوبك هتسلمنا الشغل كله في 24 ساعة، وأنت عارف بقى الأجانب لا يحبوا حد يقف على إيديهم ولا يناكفوا.
والعمال تديهم اجازه لحد ما نفتح الافتتاح الجديد. انت تأمر يا ست هانم. اوعى يا عم سيد حماده او ماما نونا يعرفوا عشان ما تبوظليش المفاجاه. هو انا عبيط؟ اهلي يعرفوا، اهلي يعرفوا ايه؟ بس في حاجه، لو حماده به اتصل بالمحل وما لقانيش هرد عليه واقول له اني بعتك مشوار. الله عليكي، حلتيها حلتيها، حلو قوي، اتفقنا. وطمني مش هدي خبر لحد. طب يلا يا عم سيد اعمل لك همه، انا عايز المحل ده فاضي في ساعه زمن. ساعه زمن ايه؟ نص ساعه زمن. ايه رايك كده بقى؟ اظن عداني العيب، حبيت واتجوزت، ولما وقع في مشكلة الضرايب طلعته منها، إنما توصل إن كان متجوز رقاصة ومخبي عليا. وإنتي يا عيني طبعا اتصدمتي وتعصبتي والدنيا سودت في وشك. عرفتي إيه بقى اللي كان مصبرني الفترة اللي فاتت دي كلها؟ مستنية تلكيكة، وهي جت. طب وفريدي ما كانتش جت؟ أي راجل في الدنيا لو دورتي هتلاقي له تلكيكة، ولو ما لقيتيش هتعمليها بنفسك يعني. برضو يا جيجي انا كنت شايلك الوقت عاوز. كنت ناوية تقفشينا مع بعض ولا ايه؟ الحمد لله ما احتاجناش نعمل كده، وهو وقع لوحده من غير ما حد يكلمه. طب المهم بقى دلوقتي نلحق نفتح المحلين على بعض في 24 ساعة. اليافطة الجديدة اتعملت خلاص من قبل ما سافر شرم، وانا موصياهم يعملوها. هيفضل الحيطة اللي بيني وبينه دي هتتهد في 10 دقايق والباقي سهل. قوليلي يا إيناس، مش خايفة من رد فعل حمادة لما يجي ويعرف اللي انتي عملتيه؟ عموما هو مش هيتفاجئ، أنا قايلة له وأنا في شرم ملمة حاله يعني. بس انتي قلتيله إنه رفض؟ ده قبل ما أظبطه مع الرقاصة، إنما دلوقتي الوضع اتغير. يلا بقى عشان نلحق نخلص، إحنا عندنا سهراية طويلة الليلة دي. نوال يا حبيبتي، ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ مش جايلي نوم يا ماما. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ حاسه ان راسي هتنفجر. الف بعد الشر عليكي، هاتي دماغك يا حبيبتي حطيها على صدري، هاتيها بس. ده انا فلقت نوم، يعني ربنا معايا وحارسني، اللي يحط دماغه على صدري يستريح. هاتي دماغك. أنا سبت حالي ومالي في ألمانيا وجيت عشان خاطر الشغل ده، لقيت الدنيا كلها واقفة ضدي. ما تخافيش يا حبيبتي، اللي ربنا عاوزه هو اللي هيكون. أنا رأيي بقى إن السي دي تحطيها في البنك في خزنة زي ما قالك الدكتور أحمد، وما تفكريش بقى ولا تشغلي بالك. يا ماما، يا ماما دول ناس إيديهم طايلة، ممكن يوصلوا له في أي حتة. ده أنا ما بنامش، أنا حاسة إن ممكن يهجموا على البيت في أي وقت. طب اسمعي، أنا هخبيهولك. هتخبيه فين يا ماما؟ عندي. عندك فين؟ أنا عندي شكمجية، شكمجية دي بقى كنت حاطة فيها الذهب بتاع جوازي والصور والورق القديم، يعني لا الألمان ولا الأمريكان يقدروا يوصلوا لها. اتكلي على الله أنت وعليا. الشكمجية دي بقى نحطه فيها ونحطه فوق منها المصحف. ايه رايك؟ يلا اسمعي اللي بقول لك عليه. ماما خلي بالك منه، السي دي ده اهم حاجه في حياتي. ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش، اتكلي على الله وربك هو الحارس. ربنا يخليكي ليا يا ماما. يلا يا حبيبتي، انا عايزاكي بقى تنامي وتشبعي نوم كده، بقى لك يومين ما نمتيش. حاضر،
هطمن بس ان الباب مقفول واتم مع الشبابيك وهقوم انام. طيب يا حبيبتي على مهلك. لا سمح الله شوف لي دي بكام الله يخليك. طب لا بلاش العليه. هي تقريبا 4700 جنيه بس. حضرتك عارف العيار 18 53 جرام وبعدين من غير مصنعيه اسعارها طبيعي جدا. 4700 جنيه دي من غير مصنعيه خالص. شكل مش هينفع. نعم مين بيتكلم؟ نعم انا حمادة. هو انا مش قايلة لك مفيش مكالمات بالليل؟ عايز اكلم ماما نونا لو سمحتي. الساعة واحدة بالليل؟ كلمها الصبح لو سمحتي. انا عايز اكلمها دلوقتي في حاجة مهمة عايز اقولها لها. احنا مش اتفقنا على نظام؟ انت ايه؟ ما بتستوعبش اللي بقوله؟ في ايه يا نوال؟ الاستاذ حمادة شوفي بيتكلم الساعة كام؟ حمادة يمكن في حاجة. هات يا اختي بكلمه. اتفضلي يا ماما. ايوه حبيبي. ايوه ازيك في ايه يا حماده؟ انا في مشكله كبيره يا ماما. مشكله ايه حبيبي كفالة الشر؟ الفلوس خلصت ومش عارف ادفع حساب الاوتيل. يا خبر كل الفلوس اللي اديتها لك يا حماده خلصت؟ يا ماما تعبت دخلت المستشفى. يا لهوي مستشفى ليه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ غيبوبة سكر ما حسيتش بنفسي لقيت نفسي واقع. الف سلامه عليك يا حبيبي. طب انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. طب خلي ايناس تدفعهم لك لحد ما ترجع. انا اتخانقت مع ايناس وسابت الاوتيل ونزلت. يعني انت لوحدك الوقت يا حبيبي؟ ايوه انا لوحدي. طب ما تروح لحسام ابنك وتقول له على الموضوع اكيد يا حبيبي هو هيقدر يتصرف. حسام حسام احنا اتقابلنا وهب فيا زي كل مره. طب سيب لي الموضوع ده وانا هتصرف ما تشيلش هم. مش عايزك بقى تنك حابس روحك في الاوضه كده. لا انزل فرفش ولا يهمك وكل حاجه هتتحل. ده حمادة ما تصدقيش عليه ما يصحش يا ايناس. احنا مش عايزينه يشك في حاجه. طب انت ما بترديش عامله مقموص عشان شفتيه مع الرقاص. انما انا بقى ما بردش عليه ليه؟ خلاص ردي شوفيه عاوز ايه. الو ازيك يا حماده؟ لا ايناس روحت ونامت. ما هي ليها حق يا حماده بتغير عليك. يعني انت عايزها تشوفك والرقاص عماله تدلع عليك وتسكت؟ هي لو مش بتحبك كانت عدت الحكايه. انما علشان بتموت فيك لازم تغير. ايه؟ لا ابدا اصل عندي عمال في الشقه بفتح حيطه كده يعني عشان اوسع التراس. لا انا بكره هكلم الناس واصالحكم على بعض هخليها تطلب. ايه انت جاي بكره في طياره كام؟ طب يا حماده ضروري تكلمني قبل ما تيجي. ها باي باي. جاي بكره يبقى احنا لازم نخلص كل حاجه دلوقتي. يلا يا جماعه حضرتك بره يا مدام ايناس. طب ما تخلي الرجاله يعلقوها. بص عليها الاول. انا جاي معاك. لو سمحت قوم يا فندم. بكام الدبدوب ده؟ ده حضرتك ب 200 جنيه. يا عم انت فاكرني صحيح؟ انا ابن كار. انا حماده عزب صاحب محل حماده تويز لعب الاطفال. اهلا بحضرتك حماده بيه. انا هاخد الدبدوب ده بس هتحط لي عليه بقى القلب ده وتكتب لي عليه. اتفضل تكتب لي عليه. يا
بحبك يا ايناس. ربنا يخليها لك بنتك. مراتي بس بصالحها. مبروك يا انوسه، انت كده بقيتي صاحبه توكيل وومن براند العالميه. ربنا سهلها قوي، حتى تصاريح تغيير النشاط والاجراءات كلها خلصت بسرعه. قولي لي يا ايناس، انت مش قلقانه من رد فعل حماده لما يرجع يلاقي المحل بتاعه اختفى؟ انا مرتبه كل حاجه كويس. لو سمحت، الهدوم اللي كانت في اللندن طلعت تسويت؟ طلعت. طيب هتسحبوني بكره الساعه 9 عشان اطلع. هو ساعتك مش تعمل تشيك اوت بكره؟ قعد شويه. لا، هتعمل تشيك اوت بكره، هتسيب الاوتيل. لو سمحت يا حسام، انت دلوقتي اللي بتقول شكلي، انا ما كلمتكش. حسام ايه ده في حساب السويت انا ولا بيه؟ ومين قالك تاخده منه حساب السويت؟ انا قلت ان انا مش هدفع. اسمع بقى، انا لولا ماما نونا كلمتني علشان ادفع لك الحساب، انا كنت سبتهم يبهدلوك هنا. انت لازم ترجع مصر، انت فاهم؟ انا مش ناقص فضايح اكتر من كده. اوعى تفتكر انك بتبقشش عليا. فلوسك دي هتاخدها على داير مليم اول ما نرجع مصر. وانا ليا كلام تاني مع ماما نونا اللي حطيتني في الموقف المحرج ده، تكلمك انت بالذات. انت فين يا راجل انت؟ من ساعة ما شفتني برقص في الديسكو وانت خدت ديلك في سنك وجميل. ومين اللي كانت معاك دي بقى؟ كانت بتبص لي هتاكلني. شكلها كده جوازة جديدة. اهلا حمدية هنا. حمدية ايه يا راجل؟ انا هنا اسمي سارة. سارة. اسمع، هحجز لك ترابيزة النهاردة على البيست، لازم تيجي يا حمادة. مين دي كمان؟ دي حمدية هنا. سارة هنا. معرفة قديمة. معرفة؟ أنت باين عليك زي العرسة بتاكل وتنسى. البي ده جوزي. جوزك؟ لا، كنت جوزها، دلوقتي خلاص سبتها. وأنت مالك بتقولها وأنت خايف كده ليه؟ ما عرفتنيش بالأستاذ. ده ابني النقيب حسام عز وأمن دولة. ومال ابنك طالع حامي قوي كده ليه؟ اسمع، أنت هتعمل تشيك أوت دلوقتي. أنا هحجز لك في أول طيارة طالعة مصر. حلو. ايه ماما؟ لا يا حبيبتي، انا وصلت خلاص، انا في مصر دلوقتي. زي ما هو اللي دفع لي حساب الاوتيل، بس لازم نرجعهم له على طول. ايوه ابني، بس ده ممكن يعايرني، انا ما قبلتش كده. ولا انت كمان. حاضر يا حبيبتي، هكلمك تاني. يلا مع السلامه. جيجي. ايوه انا خلاص وصلت مصر. بقول لك ايه، اوعي تقولي الناس انا عاملها لها مفاجاه. هي كمان عامله لك مفاجاه. يلا مستنيينك في المحل. باي. ربنا يستر. ربع ساعه وهيكون هنا وكل حاجه حتبان. ايه مالك انت مالك بارده كده ليه؟ المفروض تكوني قلقانه. ولا ليه، المحل بتاعي بوسعه وبوضب، حد شريكي. يا خرابي يا حماده، مش عارفه هيعمل ايه. يخبط راسه في الحيط. اسبقني وقول لحبيبي انا جايه على طول يا حبيبي. نقول لحبيبي انا جايه على طول يا حبيبي. الحقني اوامي، الحقني. الله يحفظك يا استاذ، ده انت مزاجك عالي قوي قوي. تشيل اليافطه من عليه وتاخديه من ورايا. بتسرقيني يا ناس؟ انا ما سرقتكش، انا قايله لك قبل كده اني هعمل كده. وانا رفضت وقلت لك لا. حماده، انت مش من حقك تهبل او ترفض. انا هوديكي في 60 داهيه. انا هبلغ البوليس دلوقتي يجي يقبض عليك يا حراميه يا نصابه. اتفضل بلغ البوليس.
قول لهم صاحبة المحل أخدت محلها. شيشي أنت بتفهمي في القانون كويس، لما واحدة يبقى عندها محلين وتفتحهم على بعض كده يعتبر جريمة. طب أنا هستأذن بقى يا جماعة، دي مسألة عائلية وما يصحش أبقى موجودة فيها. يعني ما كلمتش البوليس؟ هو أنا مش حرامية ونصابة ومجرمة؟ ساكت ليه؟ أنا ما بعتلكيش المحل يا ناس، أنت كدابة وخاينة. غير عصبية بس، قلبك أبيض. أدي صورة من عقد بيع المحل اللي أنت ماضيهولي وبتسجل في الشهر العقاري، مش دي أمتتك برضو ولا أنا مصوراها؟ إحنا عملنا ده عشان موضوع الضرايب وصفة مؤقتة. يعني أنا دفعت لك الضرايب وأنت اديتني المحل؟ محل زي ده في المعادي بمليون ومئتين ألف بس يا نصابة. أنا منكرش إن خدته لقطة، البزنس كده. يبقى أنت بقى اللي مخططة الحكاية من الأول، وأنت اللي قلبت عليا الضرايب. ده حق الدولة يا حمادة، أنت كمان مش عايز تدفع حق الدولة وبتقول عليا أنا اللي نصبة. تمام يا ناس. طيب المحل ده لازم يرجع يا ناس، وإلا مش هيحصل لك كويس. أنا بقول لك أهو. أنت بتطالب بإيه؟ أنت مالكش أي حاجة هنا، وطي صوتك عشان في زباينكم. الموضوع ده ما ينفعش نتكلم فيه هنا، نتكلم فيه في البيت على رواق. بيت؟ أنا هي بيت ده؟ أنا لا يمكن أقعد معاك دقيقة واحدة بعد اللي عملتيه ده. والله أنت حر، لكن لازم تعرف إنك هتلف تلف وفي الآخر هترجع. أرجع لك أنت؟ أنا نام في الشارع على الرصيف مع الكلاب ولا إن أرجع لك أنت؟ الظاهر إن هو ده اللي هيحصل فعلا يا حماد، مش هتلاقي في الشارع. أنت طالق؟ هدومك وحاجتك أنا لميتهم لك مع بضاعة المحل في المخزن، تقدر تروح تاخدهم. انا اصلي مجهزهم لك من امبارح. باي حمد. حمد. ماما. طلعتها النصابة المجرمة. اهدى اهدى يا ابني عشان خاطري، فداك 60 محل وهي ربنا هينتقم منها في عينها وعافيتها. انا يضحك عليا وانا في السن ده يا ماما؟ وزيد كان فين وهي بتسرق اليافطة وبتسرق المحل؟ حمار، ضحكت عليا قالت له انها بتوضب المحل عشان تعمل لي مفاجآت. يا تخيبة يا سيد. ما انا ما سكتنيش، انا بهدلته. خلاص يا حبيبي خلاص، في 60 داهية المحل، المهم انت الوقت لو حصل لك الله لا يقدر حاجة أبقى أنا أعمل إيه بس؟ يبقى كويس أعمل إيه بس يا حمادة؟ يلا يا حبيبي. على فين يا ماما؟ على بيتك. وأنا ليه يا بيت؟ مالكش بيت إزاي بس؟ يعني أجي معاك عشان نوال كل شوية تهزق فيا؟ تهزق فيك؟ معاش اللي يهزقك ولا يمسك بكلمة طول ما أنا عايشة في الدنيا. يلا يا حبيبي يلا، هنقف بقى نفرج الناس علينا كده. معلش يا ماما، أنا أول ما حصل اللي حصل ما كنتش عارف أعمل إيه، عشان كده اتصلت بيك على طول. ايوه حبيبي لازم تكلمني، انت ليك حد في الدنيا غيري يا حماده. طب يلا حبيبتي يلا روح انت بقى. ايه؟ اروح واسيبك؟ انت بتقول ايه؟ حماده؟ ايه يا ابني انت نايم ولا ايه؟ لا لسه، يعني كنت لسه هروح في النوم. انت بالك قافل الباب كده ليه؟ انا جاي بات عندك. ايه ده تبات عندي؟ هو مش انت قاعد مع مراتك؟ لما نزلت معها اتخانقنا. طردتك يا حماده يا عزو؟ انت اهبل يالك، مين ده اللي تردي؟ انا اللي سبت لها البيت يتطبق فوقنا فخه. يا علاء انت فين يا علاء؟ عنوان للابتزاز. ادخل ادخل، جاتك القرف. طب انت رايح فين دلوقتي؟ لو انت فاكر ان انا جاي لك عشان مش لاقي مكان، انا عندي مليون مكان يا ابني، انا جاي لك بس تسليني. We have only two bedrooms. Where can he stay with us, Kamal? احنا ممكن نحط له سرير في اوضه المكتب يا كريستين، او نوضب له الليفينج، في كنبه مريحه. اوضه المكتب والليفينج مش مكان لنوم. طب ارجوك يا كريستين وطي صوتك شويه، دول هما كلهم يومين ثلاثة بالكتير، وأنا حقنع نوال أختي إنه يقعد معاهم في القصر،
لكن ما صحش الراجل يجي لنا البيت هنا واحنا نقول له يمشي.